استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كانت حدث مهم جدا ومتطور جدا، لكنها كانت متأخرة للغاية، تأخرت كثيرا. لو أنه اتخذ قرار عدم الترشح وانسحب من المشهد قبل أسابيع لكان قد دخل التاريخ من أوسع أبوابه، لكن هذه الاستقالة كانت أسوأ نهاية ممكنة لفترته الرئاسية التي استمرت 20 عاما ولحياته السياسية التي زادت عن 60 عاما. استقالة بوتفليقة ستؤدي إلى الحد من المظاهرات والاحتجاجات أو الحراك الشعبي في الشارع الجزائري، لكن بالقياس إلى ما شاهدناه في الأسابيع الماضية فلن يهدأ الشارع تماما، سيظل هناك ضغطا من هذا الشارع حتى يضمن أن تكون مطالبه مأخوذة في الحزبان وألا يتم الالتفاف عليها من قبل قوى تقليدية في الدولة والسلطة. في كل الأحوال سيكون هناك تداعيات للأحداث الجزائرية في المنطقة العربية، لكن طبيعة هذه التداعيات ستتحدد بناء على النتيجة التي سينتهي إليها الوضع في الجزائر. بمعنى، هل سيتم انتقال ثالث للسلطة؟ هل سيترشح ممثل للجيش؟ هل سيكون هناك قوى إسلامية بعينها؟ حسب طبيعة النهاية ستكون طبيعة التداعيات في المنطقة.